حبيت نبدأ نحكيو بالاكتواليتي قبل ما ندخلوا اكثر شويه في عمق التاريخ. حكينا على كل يوم ماتش نذاكروا فيه كيف اليوم تقريبا الاسبوع هذا شد الانتباه والثلاث ايام هذم ايقاف البرنامج نتاعكم الاثنين الرياضي ديما سبور سبورت نونس كيف نسميه هو كان الاثنين الرياضي وبعد تبدل ديما سبور المره الثانيه قرار مفاجئ من الهيكل قرار فاجئنا الناس الكل كنا نستناو في رياكسيون مي ما كناش نستناو في قرار من نوع هذايا ولو القرار بصراحه انا ولد البرنامج وموجود فيه وما تعودتش بعمري ما تكلمت في الهيكا اول مره ربما باش نتكلم الهيكا دورها تعديلي القرار الاولاني اللي خذيته وقت المناوشه ما نقولش مناوشه هو حوار لكن الحوار كان طاح فيه برشا النيفو مش النيفو ربما خاطر العلاقه اللي تربط السحبي بمكرم اللقام علاقه وتيده اي برشا قالوا تحس القاعده معنا كانت في قهوه مش بلاد وتلفاز اسمعني مش اسمع يقول لك هذه راهو راوها في التلفز تاع العالم الكل تصير بارفوا انا راني ضد باش النيفو يعبد وما نبررش هذا لكن ما سمعناش خروج على الناس ما سمعناش مثلا اعتداء على الاخلاق انا بيدي ما نسمحش به وضده على طول ايه توصل مع عبد دي فرق في التاجين تش تقعد تبع في حياته الكل اي لا اسمعني اسمعني انا حاب نسال سؤال تو دابور اسكو تفرق في التاجين كلمه عيب تو دابور انا قلت لك شنو معناتها لا خلينا ناخذوها اي كلمه معناتها كانك ما سيرتو في كرامته معناها يمشي اللعبه سيرتو يفرق في التاجين انا لا اسمعني انا تو دابور بعد ما صار هذيك وخرج مكرم اللقام اتصلت به بالحين وطلبت منه اسكو مكرم انت قال لي لا راهي حكايه صارت تعديت على روحها هذه ساعه ولا ساعه ونص بعد ما وفات الحصه وحتى وقت اللي جاء العقاب نتاع الهيكا مكرم اللقام كتب رسمي للهيكا وصرح وقال راهو ما حسيت بحتى اهانه راهو كان حوار سخون شويه ربما انا تغششت من نوعيه من السؤال اللي وقع سؤاله اما ما عندي حتى شيء كان وضح معناتها كتابه للهيكا وفي التصريح قام به في الاذاعه وبعث معناتها في تكلم في تونسنا معني الموضوع الكلام اللي قاله صاحبي بعد في تصريحاته في اي اف ام وحتى في الديوان كيف نتاع نحرق روحي ونطلع للشعام كيفاش شفتوا برشا اعتبروها كاني تهيج شويه ولا حاجه من النوع هذا والله لا انا والله اتصل بي صاحبي وانا ما كنتش على علم بالقرار وكان في حاله صعيبه برشا وقال لي انا راني وقفت كل شيء وما عادش تسمع صوتي ولقيته في حاله هستيريه كبيره وعلق التليفون وما عادش نجم تحصل عليه واتصلت بالناس اخرين اللي هما معاه اون كونتاكت ووقتها بلغني القرار قالوا لي وقتها اشو كنا نغلط وانا اخي بحاجه اللي نلوم عليها وصارت لي مره انسيدون كبير نعرف الصحافي يخدم على روحي والصحافي يحب ياخذ السبق لكن يلزمنا نعرفه فما ناس ما تعرفش تتعامل مع الميكرو فما ناس ما تعرفش تتعامل مع الكاميرا وقت اللي يبدا سخون ماذا بيك انفوميون ليفيتي خاطر ينجم حتى يقول كلمه خارجه عن نطاقه حتى مش يعمل ديكلاراسيون اشو يقول كلام صحيح اللي قالوا صاحبي وتراجع ووضحوا بعد وقال انا ما كنتش في حالتي الطبيعيه واعتذر وقدم اعتذاره ولو هذا انا مانيش مبرر فيه اما راهو الصاحبي هذاك مورد رزقه الوحيد حس في روحه وكانه تقطع رزقه عاش حاله هو اما سي صالح الاعلام ماهوش ما ناخذوش بلغه مورد رزق تقريبا الاعلام هو رساله وقاعدين نوجهه في راي عام ونبنيه في راي عام انا صحيح ماهوش معناتها بمنطق الرزق اسمعني وقت اللي تحس روحك انت مستهدف خاطر القرار الاولاني كما قلت لك انا برايي انا ورايي يخصني انا قرار غلط تماما نجم لفت انتباه على ريغور سي لو ماكسيموم خاطر ما تعديناش على خاطر انا ديما نقول شنو نقول؟ نقول يا وليدي راكم تدخلوا لديار التوانسه الكل بدون استئذان وانتم راهو في الديريكت وردوا بالنا على روحنا وعلى كلامنا وش نقولوا وما نمسوش وما نجرحوش لا تعدينا على الاخلاق لمسوا اخلاق معناتها صحيح انا معاك ربما مستوى الحوار طاح شويه انا معاك نشاطرك الراي انا تاخذ قرار بايقاف نهائي للبرنامج ماشي با بوسيبل معناتها اون ديري مستهدف وزيد يهبط القرار الثاني حس بروحه وكانه السيد هذايا يحبوا يفسخوه كريمه من المشهد الاعلامي خلاه ربما ياخذ دي رياكسيون اشو
اللي هو من بعد تراجع فيهم وقال وضح عمل قرار عمل ديكلاراسيون عند اخرى وين وضح قال انا كنت تحت تاثير القرار وكنت اشو وما نتمناش. امبارح هو كان خطابه عقلاني اكثر مع زملائنا في الديوان فيهم. شو انا مش نحلك بارونتيز. اي صارت لي مشكله عام ضد الترجي نلعبوا ديربي في يوسف الزواوي راني في النادي الافريقي باش نجيوها بعد. هذه نقطه اللي الكلوبستيه لتوا ما فهموهاش. اي باش نجيوها بعد. انا عشتها الوحيد اللي كنت متواجد كمسؤول في الفستيار. تحب تحكي فيها توا؟ ما يسالش مش خاطر هي نحب نربط مع باش نعطيك شنو هو النفهم تاع ديكلاراسيون اشو. فوزي يوسف الزواوي فما وفي الوقت برومير ميتان وجات كفران خاطر الاسبيرانس خرجت الكره ولا احنا خرجت الكره. انا ويوسف الزواوي طلبنا من السلامي باش يخرج الكره يرجعها للترجي. ما صارش هذاك الزقو لعب الكره خذاها السليتي وشعره ولا تسجل بها دف جمهور الترجي تخاشش كيفاش ما عملنا با ريسبكتي لو فير بلاي. كي دخلنا عملنا يوسف الزواوي عمل الرمارك للسلامي قال له لا راهو زقو الله يرحمه الاسعد الورتاني هو اللي شاطها. قال له انت من وقتاش تشوط الكورنير؟ قال له انا نشوطها لو كان تحتي هاني نعاود نشوط هكاك. تغزش يوسف الزواوي كي تغزش قال له مالا ما عادش وخرج من الفستيال. كي خرج يلقى تلفزه قدامه مد له ميكرو قال له انا مع سي النجم راني جمعيه ما يجي ديسيبليني كلمه كبيره. وقتها مع هو بيدو وحبيت وخذينا وقتنا وحكينا وقلت شنو صار في الفستيال وقتها؟ اللي صار ما صارش صار برشا حاجات. لا 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 ما صارش شونسيون طلعت برشا بين بين سليتي الورتاني. لا 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 اسمع هذا كان ضيفي محمد سليتي واكدوا راه. لا 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 وانا موجود. كيفاش تقولي لي؟ لا مش نقول لك رغم اللي اعترف قال احنا غالطين. لا اسمع صحيح محمد سليتي بعد محمد السليتي تو دابور لعبوا له الكره لعب الكره قال في باليش ما في بالوش ما كنت طايح وما ريتش سليتي الزقو هو اللي لعب الكره فعود السلامي والسلامي هو اللي شارجيه هو المكلف في باللي برا ريتيه واش يضربهم هو يشوطهم هو دار يوسف الزوبي لزقاو قال شكون قال لك شوطها؟ قالوا شوطها نعاود نشوطها هكا تغش سي يوسف الزوبي وحل الفستير وخرج. كي خرج عمل ديكلاراسيون اشو قال ما نجمش نخدم في فريق ناقص ديسيبلين خرجت كلمه خايبه وزيد خسرنا المباراه خذيت صدى اخر. ويوسف الزواوي رغم اللي قربنا الموضوع وحبينا يكمل لانه قاعد يقوم بعمل قال لي ما عادش النجم. قلت كلمه خرجت كلمه صعيبه قلت قال لي ما عادش النجم راني المجموعه قلت فيهم جروب مش ديسيبليني وفيكتيفمون وشد صحيح وما رجعش. دونك هنا السبب فيه هو الديكلاراسيون اشو وهذا علاش حليت بارونتيز انا كيفاش تقيم مستوى الحصه ككل بغض النظر على اللقطه الاخيره يقولوا حتى برشا المستوى فيها متدني صاروا برشا حاجات مثلا عركات كلاشات حتى كلام تقال وصل حتى كلام زايد تطلع في الديريكت. اجي نقول لك كل حلقه كل حصه عندها خصوصيه نتاعها. كل حصه تلقى فيها لي ديفو تلقى فيها الحاجات الباهين الايجابيين. فماش عمل سلبي 100% وعمل ايجابي 100%. تلقى السلبي والايجابي تلقى ساعات الايجابي يغلب السلبي ساعات السلبي يغلب الايجابي. تلقى وانت تبارك الله عليك مانيش انا باش نقول لك ساعات فما ناس تبروفوكي الباز وتبروفوكي الحدث تبروفوكي معناتها هذا كله موجود صحيح نتناوله في قضايا سخونه في قضايا ربما ما يتناولوهاش ناس اخرين كل واحد كيفاش يتناولها. فما شكون يتناولها بحماس فما شكون يتبنى القضيه نتاعو فما شكون يعبر افيك نوتراليتي يبدا نوتر ياخذ الموضوع معناتها الاراء مختلفه. التشكيله كيفاش تكونت؟ والله يجي يقول لك انا ناخذ انا نحكي على روحك يا مثال على روحي. انا مشيت ضيف برشا مرات مع صاحبي في ام تونيزيا في الزيتونه في مشيت برشا انا الحق الحوار مشيت لبرشا استدعوني مشيت بحث صاحبي امنت مشيت معاه هو معايا كرونيكر ومشيت معاه وهو معد ومقدم. دونك حتى النهار جات فرصه قال لي اش قولك تقعد معانا في الحصه فيكس معانا. بون جي با ايزيتي قلت له بون مادام جيت معاك نجرب ونشوفه وانطلقت ما غير لا بخاطر برشا ناس ما يقولوا توا خاطر تختلف احنا تدبر مجموعه تلمنا حاجه مهمه برشا. الاغلبيه نتاعنا رانا نسوم دي بينيفول بلا فلوس بيان سور بالحق بيان سور. وعلاش غرام ولا شنو غرام؟ انا واحد من الناس حتى كان يقترح عليا نقول لا علاش انا نعمل في كيف
وحتى حد نهار ما جا فرض علينا رايه. يقال انت في البلاتو خاطر جبت سبونسور ولا حاجه هكا؟ لا 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 اسمعني، سبونسور نتعاونوا، انا واحد من الناس وقت نجم نعاون في حاجه نعاون في حاجه بدون بابا دانكونفينيون. انا سي اون فامي اكي جابارتيان، واذا كان انا متواجد في عائله ونجم نعاون العائله هذيك نعاونها، ما عندي حتى شروط ومانيش وماهيش مزيه. سي جو بو لو فير جو الفوري افيك بليزير. تبقى الصحيح كون وجودي غاديك وجود مكرم اللقام احنا جايين مكرم اللقام يسو ديبلاس من سوسه شاك سومين، معناتها يروح يخرج من البلاتو نص الليل غير ربع يوصل مسرح مجانا مجانا، معناتها نعملوا فيه كيف. وحتى حد راهو في نهار جا قال راهو نحبوا نحكيوا وقولها، مستحيل وما ينجموش يقولوها. اي سي بور سيت ريزون الواحد يحس في روحه يعمل في كيف، كما كنت نعمل في كيف وانا نسير نعمل في كيف نعطي راي. اللي يتقال ايضا موظف البرنامج من قبل مثلا الشاب اللي ضرب الجامعه، نجي نقول لك كل واحد كي راه كي راه يحكم ايش يحب، ونحترم اراء الناس الكل. الشابه نعرفوا الناس الكل وضعيه الشابه وقضيه الشابه وعشناها الناس الكل. اكبر بلاتو تناولوا كان مدافع شرس، هذا يجي نركوني هو على الشابه، هو برنامج الاثنين الرياضي، رئيس الشابه واهل الشابه ما يحضروا كان في برنامج الاثنين الرياضي. وكانه ولا الشابه الفولو دير، مانيش في توا مش نقول العام الشابه الحقيقه ظلمت القرارات نتاعها اللي كانت صدرت ضدها قرارات جائره. كنت نجم كنت نقبل قرارات اخرين، معاقبه رئيس مثلا الجمعيه، معاقبه الكاتب العام، ما تعاقب الجمعيه ما تعاقب الجهه كامله، ما تجيش الجمعيه خدمت بوندون دي زاني باش وصلت للمستوى ذاك، تجي انت كما قال بجره قلم تنحيها، مش معقول. بيان سور يقال هيئه الكلوب الحاليه مقاطعه البرنامج لحد علمي. انا 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 نتواصل مع يكلموني نكلمهم ما نعرفش هو ما غاضبين عليكم بون على خاصه مقدم البرنامج من الحوار اللي صار مع عبد السلام اليونسي في الصيف. لا اذا كان هما ايش نقول لك، اذا كان هما مقاطعين البرنامج ولا متغشين من هذايا، انا نولي نقول لا راكم نقول لهم راكم غالطين. علاش؟ على خاطر كل انسان عنده الحق باش يتعبر. غدوه انا كنت في الكلوب وكنت نقرا في النهار اللي مش نخرج من الكلوب باش نولي مواطن عادي محب عادي. انتم اليوم تسيروا غدوه راكم مش توليوا محبين عاديين. ماذا بكم يحترموكم يعاملوكم بنفس المعامله وانتم في المسؤوليه. عبد السلام اليونسي كان رئيس النادي الافريقي، انا كنت ما نشاطروش الراي في برشا حاجات، وجا معايا البلاتو كانت ما بيني وبينه مشاده كلاميه. باش نجيوها اي معناتها، وكنت ناخذ موقف منه، لكن موقف في النطاق الرياضي الشخصي لا. صار طبيب لي في الحلقه الماضيه خاصة بالهاشتاج اللي ترفعت كيف كيف برشا حبيت لك اليوم تغشش شوي. لا اجي اقول لك حاجه، اللي تغشش على وعنده موقف نحترم موقفه. فما ناس التوا في مخاخه التوا وما تنجمش تبدلها. اللي عبد السلام اليونسي غلط برشا في حق النادي الافريقي، هذه بالتاكيد عبد السلام اليونسي قام برشا اغلاط، قام بالعديد الاغلاط في الاختيارات في القرارات في 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 ماذا. فما قضايا مرفوعه حتى ضده، فما قضايا تبقى اللي ما نقبلوش انا بتاتا، مهما تكون الوضعيه مهما يكون الخطا، كوني ندخل في حياتك الشخصيه، كوني نمسلك عائلتك، كوني نمسلك حريتك، هذو ما نلعبش به. خاطر تمسيت وتسبيت حبيتك. اش معناها السجن؟ معناها اي السجن ما عادش ما نقولوش عمل ولا ما عملش، لكن اللي عمل فما برشا يقول لك مثلا كل شيء نقبلوه كان السجن ما نقبلوش. لا يا خويا يعني مادام عبد عمل ماهيش نحكي على اليونسي نحكم بصفه عام. اذا كان عبد عمل يخلص يدخل السجن معك ولا معك نشاطرك الراي. تبقى عبد السلام اليونسي تصرف وهو كرئيس النادي الافريقي، مشاكله صارت وهو كرئيس النادي الافريقي، خذا فلوس ما نعرفش عملوا بها قالوا ما حاسبناش، هذيك ما عنديش عليها علم وما نجمش نحكم عليها وما نجمش يكون عندي حكم قاطع. تبقى انا مادام رئيس النادي الافريقي، احنا عندنا مثلا قبل يقول لك رجل امنا هو ابونا. رئيس النادي الافريقي نحترمه كرئيس النادي الافريقي تو دابور. تبقى غلطت من بعد وهو غلط في حق نفسه وغلط في حق عائلته وغلط في حق في ولاده، خاطره انا في بلاصته هو ما ناخذش الريسك ولو بواحد في المئة. احنا باش نعطيك اكزامبل وتو هاني قاعد كل مره ونجيني فرصه نقوله، علاش قبل 2010 تبارك الله عليك انت عشت الفتره قبل 2010 وتاع، عمرك سمعت بفريق تونسي وحيد من اي درجه كانت صارت له اشكاليه في الفيفا ولا في الجامعه ولا تخط؟ مستحيل. علاش؟ خاطر كانت فما ضوابط نمشيو بها. تو تسيبت، تو كل واحد يقول لك انا نجم نشد رئيس، وكل واحد يقول لك ويجي ويعط الشيكات. يا ولدي خموا، يا ولدي اعرفوا روحكم على شنو قادمين. ما عندكش فلوس ما تصرفش. نستسمحك استاذ، عندي برشا مواضيع نحكي فيهم معاك.